أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار باباكي انضمام نحو 40 نائبا مستقلا للتحالف الثلاثي، مشيرا إلى أن عدد نواب التحالف سيصل إلى 220 نائبا في البرلمان. الكل يعلم أنه عدد الحالي للتحالف الثلاثي يوصل إلى 108، لكن بعد انضمام مجموعة من المستقلين أكيد سيوصل العدد إلى 220 أو عدد من يعني قريب من هذا العدد الذي ذكرته. كل يسعى إلى استقطاب أو جلب الآخرين خارج الأقطاب. أكيد من حق التحالف الثلاثي أيضا أن يكون لديه يعني مجموعة أكبر من ما متواجد الآن داخل هذا القطب، والكثير من المستقلين أبدوا رأيهم في الانضمام إلى هذا التحالف. أكيد ستكون هناك اتفاقيات فيما بعد بين التحالف الثلاثي وهذه الشخصيات التي ستنضم إلى التحالف الثلاثي.